السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل كلامنا النهاردة في كورس هندسة الري والصرف. هنتكلم النهاردة على الكرو كونسامشن يوز اوف ووتر. ايه هو الكرو كونسامشن يوز اوف ووتر؟ هو الاستهلاك المائي للمحاصيل او الاحتياج المائي للمحصول. يعني ايه الكلام ده؟ قالك الاستهلاك المائي يعني الجزء الذي يستهلك بالكامل في عمليتي التبخر و النتح اللي هو الـ Evapotranspiration أو اللي كنا بنديلها رمز الـ ET من المياه التي تعطى في الحقل، ويعبر عنه بعمق المياه المكافئ أو حجم المياه اللازم خلال فترة زمنية محددة أو خلال نمو أو خلال فترة نمو المحصول. كنا بنعبر عنه بالمليمتر بير داي أو بالمتر مكعب بير داي. دي وحدة المية بالسنت بالمليمتر، يعني عمق المتر مكعب ده وحدة حجم مكافئ أو حجم المية المكافئ اللي النبات محتاجه، أو بنعبر عنه بمتر مكعب لكل فدان لكل يوم. تتغير قيمة الاستهلاك المائي مع مراحل نمو المحصول الواحد وأماكن زراعته. يعني إيه؟ يعني بتغير خلال اليوم أو الشهر أو خلال فترة النمو بتاعه. بالنسبة للنمو، طيب النتح اللي هو أو التبخر اللي هو الإيفاترانسبيريشن، قال لك النتح هو عملية خروج المياه من خلال الثقوب الدقيقة للأوراق على صورة إيه؟ بخار ماء ينطلق إلى الجو، ويقدر النتح أثناء ساعات النهار بحوالي 95% من إكمال النتح خلال اليوم. ومن العوامل الهامة التي تحدد كمية النتح من وحدة المساحات هي نوع النباتات وطبيعة أوراقه وكثافة الغطاء النبائي. يبقى العوامل اللي تؤثر على الـ ET اللي هو النتح: عوامل مناخية، طبيعة التربة، وطبيعة المحصول. طيب هنتكلم على الـ Water Crop Requirement Determination. ازاي ان انا اقدر احدد الاستهلاك المائي او اعين الاستهلاك المائي لأي نوع من النبات؟ طبعا ده مش كل النباتات هتبقى لها نفس قيمة الاستهلاك المائي. ده بيعتمد على بعض العوامل اللي بتأثر على الاحتياج المائي ده، زي مثلا درجة الحرارة طول النهار. يعني مثلا لو انا بزرع نبات في شتاء مش زي ما هكون بزرعه في الصيف، الوقت النهار اللي بيكون فيه الشمس ساطعة علشان يقدر نكمل عملية البناء الضوئي، سرعة الرياح، الرطوبة، عدد ساعات سطوع الشمس، وهكذا. طيب كنا بنقدر ان احنا نحدد الووتر ريكويرمنت عن طريق ان احنا بنعين بطرق قياس مباشرة زي معادلة الووتر بالانس اللي احنا عرفناه، او ان انا اقيس محتوى التربة من المية. وفي حاجة تانية اللي هي معادلات تجريبية الامبيريكال ايكويشن زي بلاني كريدل فورمولا، دي اللي هنكون هندرسها الترم دهوت. والمعادلة أو الـ Empirical Equation التانية اللي هي Thorneth Weight دي مش هتكون عينة. تعالى نتكلم على معادلات تقدير الاستهلاك المائي. بيقول لنا إن إحنا عندنا أكتر من 30 معادلة بنقدر نستخدمها عشان نحدد الاستهلاك المائي، لكن أهم معادلة فيها هي Plany Cradle اللي بنستخدمها في مصر ومناطق كتير في العالم. المعادلات دي بتقول إيه؟ الـ ET اللي هو الاستهلاك المائي خلال فترة شهر محدد من أشهر نمو المحصول بتساوي K في الـ B في 192 في T زائد 17.8 كل ده مقسوم على المية. لو حطينا الفاكتور بتاعنا ب 192 هيطلع لنا قيمة الـ ET بالمتر مكعب لكل فدان لكل شهر. طيب الـ ET ممكن احسبه بمعادلة هي لكن هغير بس الفاكتور، بدل ما هو كان 192 هتبقى 4.57 وهتطلع لنا بالسنتيمتر لكل شهر. طيب ايه هو الـ ET؟ خلاص احنا عرفناه اللي هو الاستهلاك المائي لفترة لشهر محدد من اشهر المحصول او اشهر نمو المحصول. الـ K ده معامل بلاني وده بيتوقف على نوعية المحصول، ده بيبقى جيفن معاك. البي هو عدد الساعات المضيئة خلال الشهر المحدد بالنسبة للساعات المضيئة خلال سنة.
والـ T هو ده متوسط درجة حرارة الهواء السائدة خلال الشهر محدد. طيب خلينا ناخد مثال يفهمنا الدنيا دي بشكل. اللي بتقول عندنا wheat has to be grown at a certain place، هيتم زراعة القمح في مكان ما. The useful climatological condition of which are tabulated below، قالك الظروف اللي المناخية اللي هيتزرع فيها موجودة في الجدول الآتي. طالب منك ايه؟ determine the evapotranspiration and consumptive irrigation requirement of wheat crop. Also determine the field irrigation requirement. If the water application efficiency is 80%, use Pliny-Criddle equation and a crop factor is 0.8. طيب هو مديني ايه في الجدول؟ مديني الاشهر اللي هيتم الزراعة فيها، شهر نوفمبر وديسمبر و جانيوري وفبراوري، ومديلك دي الخانة بتاعت الشهر خلاص اهي. الخانة التانية مديلك ال monthly temperature average over the last 5 years، قالك متوسط درجات الحرارة في آخر 5 سنين كل شهر، يعني شهر نوفمبر في آخر 5 سنين كان متوسط درجات الحرارة بتاعته 18 درجة سيليزية، ديسمبر كان 15، جانيوري كان 13.5، وفبراوري كان 14.5. طيب تاني حاجة مديلك ايه؟ مديلك ال monthly percent of day time hour of the year commuted from the sunshine، اللي هو الوقت بتاع ظهور أو سطوع الشمس بتاعي. تالت حاجة مديها لي هي the useful rainfall in centimeter average over year over the last 5 years، مديلك ايه؟ المية اللي بيستهلكها النبات او اللي بتوصل للنبات في اخر كام 5 سنين. طيب هو كان طالب مننا ال ET اللي هو الايه، ال evapotranspiration. طيب المعادلة بتاعته هي ال K في ال B مضروب في 4.57، افتح قوس T زائد 17.8، كل ده مقسوم على المية. طيب هتلاقي ايه معاك في القيم دهيت عشان تحل المسألة؟ تعال نشوف. لو عوضت في المعادلة تعويض مباشر هتلاقي معاك في كل شهر من الشهور دي معاك ال T ومعاك ال B وال K given. هتعوض مباشرة عند كل شهر من الشهور دهيت في المعادلة اللي احنا قلنا عليها من شوية، اللي هي تضرب ال B ال K في ال B في 4.57% في ال T زائد 17.8، كل ده تقسمه على 100، هيطلع لنا عند كل شهر قيمة. فانت مثلا شهر 11 يطلع لك 11.6، عن شهر 12 لو ديسمبر هيطلع لك 10.5، شهر جانيوري اللي شهر 1 يطلع لك 10.3، شهر 2 هيطلع لك 10.3. نروح نحسب بقى الاي تي التوتال هيساوي ايه؟ الكي في سميشن الاف، هتجمع ال 10.3 زائد ال 10.3 زائد ال 10.5 زائد 11.6 اللي هي القيم دي، هتجمعها على بعض يطلع لنا 42.5، هتضربها في 8 من 10 يطلع لك كام؟ يطلع لك 34.16 سنتيمتر. يبقى انا كده حسبت الايه؟ الـ ET او اللي هو الـ evapotranspiration. طيب تاني حاجة كان طالبها، كنا عايزين نحسب الـ consumptive irrigation requirement، هيساوي ايه؟ الـ ET ناقص الـ RE. ايه الـ RE دي؟ ده اللي هو الـ useful rainfall in centimeter، اللي هو ايه؟ مجموع الأرقام ديت اللي هي 1.7 زائد 1.42% زائد 3.1% زائد 2.75%، تجمع الأرقام دي كلها يبقى أنت جبت كده الـ إيه؟ total الـ RE. يبقى هنطرح الـ ET ناقص الـ RE هنجيب إيه؟ قيمة الـ consumptive irrigation requirement. طيب ده يطلع لك 25 وكام؟ 78%. طب الـ field irrigation by requirement اللي هو الاحتياج بقى هيكون قد إيه؟ هيساوي الـ ET ناقص الـ RE على 1 ناقص الـ losses. هل هو مديلك في المسألة اللوسس؟ لا، ده هو مديلك على طول الايه؟ الافيشنسي. فانت هتاخدها على طول زي ما هو مديلك ب8 من 10، وانت حاسب الاي تي ناقص الار اي اللي هو الـ consumptive irrigation requirement، هتقسمهم على 8 من 10 يطلع لك كام؟ 32.225. هنتكلم بعد كده على الاحتياجات المائية لري الحقل. هل انت تتوقع ان من الطبيعي ان الاحتياجات المائية لري الحقل هي أو أكبر أو أقل من الاحتياجات المائية لري النبات؟ أكيد لا، الاحتياجات المائية لري الحقل بتكون أكبر
من احتياجات المياه لري النبات. ليه؟ لتعذر امداد النبات بالقدر الذي يلزمه من المياه بالظبط. طيب ده نتيجة ليه؟ قالك من النتائج ده هي التبخر من سطح المياه أثناء عملية غمر الأرض وقبل ترشيحها بالأسفل. تاني حاجة اللي هو الرانوف، اللي هو الجريان أو سريان السطح للمياه. ده نتيجة ايه؟ نتيجة اعطاء المياه للأرض معدلات أكبر من معدل الترشح المياه داخل التربة. طيب ايه تاني؟ ترشح المياه وتغللها إلى أعماق بعيدة عن جذور النبات. كل ده بيخلي لي ان الاحتياج المائي لري الحقل يكون اكبر من الاحتياج المائي لايه لري النبات. طيب عندنا حاجه اسمها الاريجيشن افشنسي. لو نفتكر كلام المحاضره او السكشن اللي فات لما اتكلمنا على ان عندنا الميه بنجيبها ازاي او الميه تقدر توصل ازاي الحقل، كنا نفتكر كده مع بعض ان كان بيبقى عندنا مين كانال او قناه رئيسيه بتستمد الميه من الخزان او من النهر الرئيسي التاني. فكان عندنا النهر الرئيسي ده اكبر حاجه، بناخد منه حاجه اسمها مين كانال، قناه رئيسيه. القناه الرئيسيه دي ببدا افرع منها قنوات فرعيه اللي هي برانش كانال. القنوات او الترع الفرعيه ديت ببدا افرع منها ايه حاجه اسمها ديستريبيوتوري كانالز اللي هي ترع التوزيع، وترع التوزيع دي هي اللي بتوزع لي على ايه على الحقول بتاعتي. لكن هل تتوقع ان الميه اللي هتجيلك من النبات بتاعي، سوري، من القناه الرئيسيه او من النهر، الميه اللي هتجيلي من النهر لغايه لما توصل للقنوات الفرعيه ومنها توصل للقنوات التوزيعيه ومن التوزيعيه للقنوات او سوري الحقل، هل تتوقع ان كميه الميه توصل لي كلها زي ما هي؟ استحاله. ليه؟ لان انا بيكون عندي فواقد، الفواقد دي بيبقى لها اكتر من صوره. طيب لذلك انا بدور على ايه؟ بدور على حاجه اسمها كفاءه الري. كفاءه الري دي معتمده على اكتر من حاجه. طيب اول حاجه خلينا نروح نحسب حاجه اسمها كفاءه نقل المياه اللي هي الووتر كونفينس افشنسي. طيب كفاءه نقل المياه دي بتساوي ايه؟ بتساوي دبليو اف على الدبليو ار في الميه. طيب ايه الدبليو اف؟ الدبليو اف هي عباره عن الووتر ديليفرد تو ذا فيلدز مقسومة على الووتر سبلايد انتو ذا كانال ات ذا هيد. يعني ايه؟ يعني المية اللي هتوصل لي الحقول هنقسمها على المية اللي جاية لي منين؟ من الهيد. من الهيد ده اللي اقصد بيه ايه؟ اللي هو الريفر او النهر الكبير او الحاجة المصدر الرئيسي للمية. طيب تاني قانون معايا اللي هو حاجة اسمها كفاءة ري الحقل اللي هو الووتر ابليكيشن افشنسي. ايه كفاءة ري الحقل؟ انا طبعا مش بروي الحقل بتاعي مش بطريقة واحدة، في اكتر من طريقة، في الري بالرش، في الري بالتنقيط، في ناس ممكن تكون لسه لحد دلوقتي بتروي ري يدوي، فكل حاجة فيهم ليها درجة كفاءة. فلو عايز احسب بقى الووتر ابليكيشن افشنسي ده بتساوي ايه، قال لك الووتر افشنسي ده هيت بالنسبة للابليكيشن بتساوي ال WS على ال WF. طبعا ال WF احنا لسه خلاص كنا عارفينها من شوية اللي هي الايه، ال water delivered to the fields. طيب ال WS قال لك ال water stored in the root zone during irrigation. يبقى ال WS دي هي كمية المية المتخزنة في منطقة الجذور بتاعتي او المنطقة اللي بتنمو فيها الايه الجذور. طيب بعد كده هنتكلم على كفاءة استخدام المية اللي هو الووتر يوز افشنسي بتساوي الووتر كنفيشلي يوز على اللي هي دبليو يو على الووتر نيدد ان ذا روت زون بريور تو اريجيشن اللي هي الدبليو اف. دبليو اف اتكلمنا عليها من شوية برضك اللي هي كمية الوصلة المية الواصلة من الحقل او للحقل. طيب الدبليو يو دهيت اللي هي كمية المياه التي تم استخدامها في الري. اخر حاجه اللي هي كفاءه اختزان المياه في التربه. التربه دي والله تقدر تشيل قد ايه من المياه، تقدر تستوعب حجم قد ايه من المياه. ده بيساوي ال WS اللي هو الووتر ستورد ان ذا روت زون على ال WN اللي هو الووتر نيدد المياه اللي محتاجها النبات علشان ايه الري. يبقى ال WN كميه المياه من الري، كميه المياه الري المطلوبه قبل اجراء عمليه الري اللي هي مقرر تخزينها، والدبليو اس دي كمية المياه المختزنة في نطاق نمو الجذور. طيب كفاءة الري ليها عوامل، أول حاجة منها هي نوعية التربة،
قالك بتنخفض كفاءة الري في الأراضي الرملية، وذلك بسبب ترشح المياه بعيدا عن منطقة الجذور. طبعا ممكن الأرض اللي بنزرع فيها تبقى سيلت، ممكن تبقى كلاي، ممكن تبقى ساند، أيا كان. طيب مرحلة نمو النبات دي تاني حاجة، تتغير كفاءة ري الحقل بتغير عمق جذور النبات. يعني كل نبات ليه عمق من الجذر، فكل نبات بيتأثر بكمية مياه محددة، وبالتالي كفاءة الري بتتغير من نبات لآخر. طيب بعد كده النسبة المئوية لمساحة الأراضي الجاري استصلاحها، تحتاج مناطق الاستصلاح التي ترتفع بها الأملاح مدومة ريا. يعني إيه؟ يعني الأرض التربة أو التربة اللي بيكون فيها نسبة أملاح عالية، أنا دايما بحتاج إن أنا إيه أزود كمية المية عنها. ليه؟ عشان أقلل تركيز الأملاح اللي فيها لحد ليميت معين، علشان ما ضرش النبات بتاعي بعد كده، لأن كثرة الأملاح ممكن تبوظ لي النبات. يبقى أنا لازم أوصل لحد ليميت محدد أو حد مسموح بيه، علشان إيه أضمن إن أنا قللت مية، قللت الأملاح اللي موجودة أو تركيز الأملاح اللي موجودة، وبالتالي أحافظ على النبات بتاعي. آخر حاجة طريقة الري، وقلنا طريقة الري دي بتختلف كفاءة الري باختلاف النظام المستخدم. فمثلا نظام الري اللي هو بالغمر، اللي هو تروي كده بترمي المية وخلاص، ده كفاءة الري فيه من 45 ل 65%. لكن بالري عن طريق الرش بتكون كفاءته مثلا من 75 ل 85%، فدي حاجة أفضل، بتوفر لي فلوس وكمان بتوفر لي في المية. عندنا مثال هنختم بيه، بيقول لك a stream has أو في 130 لتر بير سكند was conveyed by a main canal. دي عندنا الستريم اللي هو النبع أو المصدر بتاع المية بتاعي، اللي هنفترض اللي هو النهر مثلا، بيمشي فيه 130 لتر بير سكند، وبيتنقل عن طريق قناة رئيسية. في فلو ماشي بمية لتر كل ثانية، were delivered to، هيوصلوا لي أربع فدان irrigated in 8 ساعات، يعني هيتزرعوا في خلال 8 ساعات. بيقول لك إن the run, run of flows sorry the run of flows of the field أو in the field was 420 متر كيوب. يعني ايه؟ يعني الجريان السطحي او الفقدان من المية نتيجة الجريان السطحي هو عبارة عن ايه؟ 420 متر مكعب. الافكتيف ديبث اللي هو العمق الفعال للزرع كان 1.7 متر. الافيلبل مويستشر هولدنج كاباسيتي اوف ذا سويل 20 سنتيمتر بير متر. يعني ايه؟ يعني المية المتاحة أو الحجم المتاح اللي تقدر التربة تشيله هو 20 سنتيمتر لكل متر إيه عمق. The irrigation was started at moisture level of 50%. يعني الري ابتدى في moisture level 50%. The available moisture it's required اللي هو طالبه بقى water convenience efficiency، وعايز ال water application efficiency وال water storage efficiency. تعالى نشوف هنحل المسألة ازاي. فاحنا عندنا أول حاجة ال eta c اللي هي الكفاءة بتاعة النقل بتساوي ال wf على ال wr. ال wf اللي هي ايه؟ المية، اللي هي كمية المية اللي هتوصل للحقل، على ال wr اللي هي كمية المية اللي أصلا جاية من ايه؟ من المنبع الرئيسي. يبقى عندي 100 على 130، هيطلع لك كام؟ 130 100 على 130%، يعني هيطلع لك 77% أو 77%. ده كده أول مطلوب. طيب المطلوب التاني اللي هو طلبه، عايز الإيتا أو الكفاءة بتاعة الأبليكيشن، فده هيساوي إيه؟ هيساوي الـ WS على الـ WF. عندنا أول حاجة هنروح نحسبها هي الـ WF، اللي هي ايه؟ اللي هي كمية المية اللي هتوصل للحقل. كان هو قال لنا في الاول خالص ان المية هتوصل للحقل في 8 ساعات، او هنروي الحقل لمدة 8 ساعات، والفلو اللي واصل لها هو 100 لتر بير سكند. طيب فانا لازم احول، مش هينفع اشتغل بسكند واورز، لازم احول من ده لده. فانا هقول ان ال 100 لتر بير سكند هضربهم في 8 ساعات، واضربهم في 60 ثانية و60 دقيقة،
يبقى عشان احول من الساعة للثانية هضرب في 60 في 60، يعني كده 100 في 8 كده 8 ساعات، هضربهم في 60 تبقى بالدقايق، هضربها في 60 تاني تبقى بالثواني. يبقى كده الناتج عندي هيطلع لي كام؟ 2.88 × 10^10 6، اللي هو 2880 متر مكعب. بعد كده عايزين نروح نحسب كده، انا حسبت خلاص ال WF، تعالى نروح نحسب ال WS. ال WS ايه هو؟ قال لك دي المية المتخزنة في منطقة الايه، النبات، او في منطقة جذور النبات اثناء الري. طيب لو نفتكر كده مع بعض، هو كان قايل لي في المسألة ان الران اوف لوس اللي هو الهدر او الخسارة اللي هتحصل في الران اوف او اثناء الران اوف، او الفواقد اللي هتحصل اثناء الران اوف او الجريان السطحي، هي 420 متر مكعب. يبقى التوتال كده اللي هيوصل لي في الاخر هو كام؟ هو ال 2880 ال 2880 اللي هم هيوصلوا من اللي هيوصلوا للفيلد، ناقص الفواقد اللي هتحصل لهم، والفواقد اللي هتحصل لهم هو مديالي في المسألة ب 420. يبقى هطرح 2880 ناقص 420 يطلع لي كام؟ 2460 متر مكعب. بكده يبقى انا معايا ال WS وال WF، هتقسم الاتنين على بعض وتضربهم في 100 يطلع لك كام؟ 85%. يبقى انا كده رحت حسبت مين؟ كفاءة الابليكيشن. بكده يكون السكشن خلص. احنا استعنا بيه ورق المحاضرة الخاص بهندسة الري والصرف بتاع دكتور يسرا. اتمنى يكون السكشن يكون وصل لكم. لو في حد عنده اي استفسار تقدروا تتواصلوا ونحل المشكلة بتاعتكم ان شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.